السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا إلى موجز لأهم الأنباء. شن الطيران الأجنبي الموالي لمجرم الحرب حفتر الثلاثاء 4 غارات جوية على منازل العالقين بمنطقة قنفودة حسب ما ذكره الذراع الإعلامي لشورى الثوار. مركز السرايا ذكر أن طائرة بدون طيار تحلق بكثافة على المنطقة، مضيفا أن القصف تسبب في أضرار مادية جسيمة في منازل العالقين، فيما لم يكشف عن وقوع أضرار بشرية في صفوف العالقين إلى هذه اللحظة. وأضاف مركز السرايا طيران الرصد والتجسس يحلق بكثافة على منطقة قنفودة السكنية. دمرت قوات مجلس شورى ثوار بنغازي دبابة تابعة لقوات مجرم الحرب حفتر الثلاثاء أثناء محاولتها التقدم صوب تمركزات المجلس بمحور العمارات الصينية، وذلك حسب ما أورده مركز السرايا. المركز أفاد بتجدد الاشتباكات بينهم وبين قوات حفتر بالمحور، مضيفا أن قتيلين سقطا من قوات ما يعرف بالكرامة. إثر الاشتباكات تمكنت قوات المجلس من سحب جثة أحدهم. هذا المصدر أن قواتهم لا زالت تسيطر على كافة تمركزاتها بالمحور الغربي. من جهتها نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا قالت فيه إن روسيا دخلت على خط الصراع في ليبيا وتخطط لتسليح خليفة حفتر تحديا للغرب. التقرير أشار إلى أن حفتر قام بعقد مباحثات على مستوى عال الأسبوع الماضي على حاملة الطائرات الروسية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط، وقابل خلال الأشهر الماضية وزيري الخارجية والدفاع الروسيين بحثا عن الدعم والتسليح. وأورد التقرير نقلا عن أحد مساعدي حفتر أكرم بوحليقة قوله إن حفتر تحدث حول الحصول على المزيد من المساعدات الروسية، مضيفا أن روسيا ترى في ليبيا بلدا استراتيجيا لتأمين حوض البحر المتوسط، فأمن ليبيا مسألة حيوية بالنسبة لموسكو حسب قوله. كما أكد الناطق باسم مجلس النواب المنحل عبدالله بليحق أن السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت أقر بفشل المجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاق الصخيرات، واعدا بالعمل على تغيير المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر. بليحق في تصريح صحفي ذكر أن رئيس النواب المنحل عقيلة صالح التقى مع ميلت وأخبره بتأييده لتعديل الاتفاق الموقع في مدينة الصخيرات، مضيفا أن السفير البريطاني أكد على احترام بلاده لإرادة الشعب الليبي وأن ما يتفق عليه الليبيون سيجد الدعم من بريطانيا. أخيرا أكد تقرير للأمم المتحدة انسحاب حركتين متمردتين في دارفور إلى ليبيا عقب الهجوم الذي شنته عليهم قوات الجيش السوداني. التقرير ذكر أن حركتي جيش تحرير السودان جناح أركم مناوي وحركة العدل والمساواة أصبحتا تتنقلان بين جنوب السودان وليبيا بشكل كبير. وبحسب التقرير الأممي فإن هاتين الحركتين لم يعد لهما أي وجود يذكر في دارفور، مضيفا أنهما تتبعان استراتيجية الانتظار القائمة على إعادة تجميع قواتهما في ليبيا وجنوب السودان بانتظار فرص جديدة لاستئناف عملياتهما في دارفور وبواسطة قدرات عسكرية معززة. إلى اللقاء.